إن شاء الله السنة القادمة كلنا نروح نزور أبو علي، نسأل من الله الوصول نزور قبر ابن البتول، نوقف بابا ونقول يا حبيبي يا حسين. هذا جوابك يا حبيبي مثل زينب نعتني وعد ضريحة ننحني، نلزمه وما ننثني يا حبيبي يا حس يا حبيبي. آية محزوز الوتي، آية معفور الجبين، هذا يوم الأربعين يا حبيبي. جينا نمشي بالألم وين هرعات الشيا، وين شيال العلايم يا حبيبي. نمشي ويانا البلا قاصدين الكربلا، نمشي بهذا الفلا يا حبيبي. إذا وصل الزائر إلى كربلاء تذكر زينب عندما جاءت تزور وتنادي السلام على قتيل العبرات، السلام على أسير الكربات، السلام على رضيض العاديات. آه وحسين، وشهيدا. تذكر موقف زينب، جينا يا أهلي وعزوتي وين هقبور أخوتي، هذه والله صرختي كربلاء يا كربلاء كربلاء. وين الأكبر والشباب، وين طفلك يا ربا، جبنا للمعرس خضاب كربلاء يا كربلاء كربلاء. يا جينا كلنا بالألم وين هرعات الشيع، وين شيال العلايم كربلاء يا كربلاء كربلاء. يا وين هي الغالي اندفع ذاب قلبي من المحن، منه فصل جفن كربلاء يا كربلاء. حايرة وقلبي اندهش منه شال على نعش، روق قلبه من العطش كربلاء يا كربلاء يا كربلاء. رحنا للكوفة غصب، روعونا من الضرب، نمشي في ويلية غروب كربلاء يا كربلاء. رحنا للشام البعيد قيدونا
بالحديد ودخلونا على يزيد كربلاء. سامحوني ربما يكون هذا البيت هو الأعظم في القصيدة. جيت يا أخويا ترى بالحرام متمرمرة والأسنان مكسرة كربلاء يا كربلاء.